هل سؤال اللي بيتردد في الاوساط الرياضيه دلوقتي، مين الاقدر على تولي مسؤوليه المنتخب؟ ده سؤال مناسب ولا احسن نفكر في مشروع كامل متكامل؟ انا مش هاممني منتخب مصر الاول على فكره، مش همك خالص، لانه منتخب مصر الاول هيجيب منين؟ يعني احنا لما لعبنا منتخب مصر جينا منين؟ من منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، وبعدين طلع بقى مجموعه كلها مع بعض اللي خدت الثلاثة افريقيا كلهم مع بعض، كلهم طالعين من منتخبات الناشئين والشباب. فهي دي، ده اللي هاممني اكتر، منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي. عشان هم اللي في الاخر هيصبوا في المنتخب الاول، انما انت مركز فوق وما عندكش قاعده تحت تختار منها، او ما عندكش حد المستقبل اللي هو اللي جاي له مش هتلاقي لعيبه. فهي دي التخطيط. فانت رايك انه تحصيل حاصل، اللي احنا نتكلم على المنتخب الكبير بالزبط. لازم نبدا من تحت، من تحت ونقعد نبني حتى لو الموضوع ده خد سنوات، بس تعرفنا بقى. يعني اللي هيعمل البلان دي لازم يبقى معرفنا. البلان دي هتاخد 5 سنين، البلان دي هتاخد نص ساعة، هو حر، بس نبقى عارفين ان احنا هنستحمل سنة او سنتين بس في الاخر هتطلق يعني كده زي ما تقول اطار زمني بالزبط. المسألة ما تبقاش مفتوحة بالظبط كده. ريهام، لما بتتكلموا في الكورة يا ترى بتتكلموا في الحاجات دي ولا بتتكلموا في ايه؟ يعني بتتكلمي في حاجات فنية؟ انت بتبصوا لبعض، هي انت بتاخد اذنك الاول تقول ايه؟ لا صح؟ لا هي بس هي لا فارد شخصيتك عجبتني. لا جامد، هبقى بتغلب ومش فارد شخصيتي. هي عشان بتكسب ما عندهاش مشكله. يا الاهلي بيكسب فهي ما عندهاش مشكله خلاص. بس يعني انا ما عنديش مشكله ايه اللي بيحصل في الماتش، المهم النتيجه في الاخر ايه. الاهلي كسب خلاص، ما عنديش مشكله خالص بالحظ، بضربه جزاء في اخر دقيقه، في اخر كده، المهم تكسبي وتغزي. بالظبط. وانا ما بقتش هتغاظ خلاص بقى. خلاص ما انت اتعودت بقى. خلاص. طيب مكالمه ثانيه حبايبكوا كتير. المطرب النجم نادر نور، اهلا وسهلا يا نادر، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منور بوجودك. والله يا نادر بشكرك على المشاركه، ومعانا كابتن جمال وريهام، وتحب تقول لهم ايه النهارده؟ امسي عليهم الاول طبعا. الدور يا حبيبي. يا جيمي حبيبي. يا جيمي يا حبيبي، من الناس المكافحه معانا زينا. ريهام سامعينك. ايه ريهام كل شويه تقول الزملكاويه وبيتغلبوا واحنا المهم عندنا النتائج، ده كلام يعجبك؟ والله هو الصراع الاهلي والزمالك ده في المعتزله مش هيخلص، يعني انا نفسي اتحط له حد شويه. وبجد نبص لمصلحه البلد اكتر ولمصلحه المنتخب. وانا امبارح واحد من الناس اللي انا زملكاوي، يعني الناس كلها عارفه طبعا انا زملكاوي، وشاركت في مقاويه الزمالك بالغنى مع عزيز الشافعي في البوم المقاويه. واحد من الناس مثلا امبارح الناس كلها فاهمين ان انا متغاظ مثلا ان الاهلي كسب. يعني انا واحد من الناس، انا بحب جدا الاهلي يكسب في ماتشات افريقيا، يعني ما طول ما هو بيلعب ماتش دوري او بره مصر كان المنتخب هو اللي بيلعب، لان ده حاجه تشرف بلدي. ايوه. فللاسف بس الناس ما بتبقاش فاهمه النقطه دي، فاهمين ان انا زملكاوي فبتمنى هزيمه الاهلي في اي ماتش. لا هو في الدوري بس بصراحه. لكن في ماتشات افريقيا صريح في ماتشات افريقيا لا طبعا. لما بيكون بيلعب باسم مصر تتمنى له انه يخسر ازاي؟ اصل ده ريتنج دولي كمان، يعني النهارده لما يتقال ان النادي الاهلي من احسن انديه افريقيا وبلده مصر، دي حاجه كويسه للمنتخب بلدي والبلدي. النهارده انا طبعا احب اهني كل الاهلاويه والنادي الاهلي طبعا اكيد بطوله الكونفدراليه، وبرده يعني الزمالك هو اللي في قلبي. طب انا هقول لك على فكره كده، هقول لك على فكره مش عارف رايك فيها ايه. هو احنا عايزين نطالب بتشريع جديد في القانون لما واحده اهلاويه تتخطب لواحد زملكاوي او تتجوزه، يبقى شرط كده في العقد بتاع الجواز انها تتحول للانتماء الكروي بتاع جوزها؟ لا طبعا، تتبع مين؟ تتبع الراجل طبعا، المفروض. ما يا الله، مش كده؟ يعني ده كلام مفروض منه كلام ده. لا انا عايز اصحابي الاهلاويه عشان تحافظ على حياتها وبيتها برضه، وعارف وجوزها. مش معقول كده يا اخي، الستات يا اخي بقوا يعني بصراحه يعني مسيطرين يا اخي. طيب انا بطالب من صحابي الاهلاويه. هنعمل ايه؟ لا هو لازم بصراحه تتحول لزملكاويه، وجمال هيسيطر على الموضوع ده انا متاكد. والله انا ليه وجهه نظر بس في الموضوع ده. اتفضل. يعني احنا الاثنين هنبقى زعلانين في البيت، صعب قوي. ما واحد زعلان واحد ما فرحان. يعني انت معترف
يعني بالصوت والصوره امام الراي العام هعمل إيه؟ ان الزمالك هيفضل زعلان يا راجل. ده الزمالك ماشي زي الفل. لا مش فاهم قصدي. ما ممكن الزمالك يكسب والاهلي يتغلب فبقى انا مبسوط وهي زعلانه. ما لو ممكن الاهلي يتغلب، لو الاهلي يتغلب انت مش زعلان. لا انا الزمالك هيكسب فانا مبسوط. طيب. هي هتبقى زعلانه. ما هو وبعدين هيبقى العكس. ما يفرحت كتير. يعني بصراحه يعني. ما انا عايزين بقى لما الزمالك يكسب تبقى هي زعلانه، ما تبقاش برده مبسوط. لا بس مش ببقى زعلانه والله. فهمت قصدي؟ عايز تفضل هي بالظبط كده عشان احنا هنكسب ان شاء الله، الزمالك ياخد الدوري السنه دي وهي تزعل وانت تفرح بالظبط كده لما نشوف.